لبدي وايل المسلمين أبو بكر يا عمر ولبدي وايل المسلمين ولبدي قرب النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قربك يسمدك أبو بكر قربك بحينه عمر عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين والنبي أويد والمحدث المحدث الملهم والنبي عليه الصلاة والسلام وحانكون رياضي أنا عانى عبية وحانكون رياضي أبو بكر إيهب إي عمر وذا مشوبية ترياك الصوء والنبي يكون رياضي عمر أبو بكر وكفة السيرو حق علمك يا أمة النعف كذا واحترك كذا والنبي فضيري جري ها عمر الخطاب هل مر إيمانك لميزامي أبو بكر حقبة أمة ضنك حقبة موية علمك يا سياسة يا عدالة يا أمة واحترك كذا عمر ولا مبركو ده حالك يسيبان ما انت هرسانا إنا تاريخ ذي الدين كتك يسوح عنا ذا ميبا على أمنك قال هذا الدراسيس سياسة عمر أخرية ذاتك النوع عاس أها الدين كنا دقيدو دي أها نبي محمد قعل كيسي قربيسي أها قل يا الصوماليات با إله أقول دوان إنا عايان عمر يا أبو بكر كورما إلهي أقول دوان يا إنا الدوران قيدها الله قال بيا هاين لبا منافق بيا هاين خيانة قرسن هاين نبي محمد بيا خائمين توك بيا هاي قولوا قد بما يسال الإسلام قال لي قرسن منافقين بيا هاين قل يا الصوماليات با كوله كورما الصومالي هو يسوع دافت أنا كره معلم كوك نبي الله لا بس لا يا دا سوكر تكتب باش نمر رم معلم ولا بتهاجم برم على سوكر ما يزال سبع مدو كرنا يزال وآفو أبو بكر وعمر نعاي رم على الماء لأنه واقع رم على المسلمين بنكو أوي تصدق ما أبو بكر وعمر دين تود الروح الدورة ليس بمسلم وحواجب مال كستو وتشوق إن لقد له ورنضف إن لقد له ورنضف ما تغنى ورنضفت وحوي بقول ويل بقول قيس كلاين هالمر ورنك وكل مياه ودي قاعد مال له رعان واي يا له رعان وهو شيء دمعين أدلان قريش النبي أدلان أبدا وحيابا لقوا الله سبحانه كراتي الله سبحانه ونسكو ودو القادان كرو لكن هدي اب دين تا ندي اب تركايي ميشو غليي با هوشا كبل ودان ها ودغ معوري نينك معوري خاينكا نيول بو سو دافتي معوري ماني واسك نو سوتا ماني واسك نو سوتا نينك نيول بو انتو سو دافاي ابو بكر ين يا عمر دريا يو سودا نبي محمد عليه الصلاه والسلام بين يلس شيغي عاشو وكاذبا عاش أي ضمبيس أبو كاد هو يدين نوان كاسي مسلمين معها رم على معها صومالي معها هي يي قالوي جسواوي وحواجب إنك أودا مشو كأرك إنه قل حبك الجليو على شو ضبرنا كقول دقو إسكا إلى لي هوشة فضي سنينا هوشة هول فضض معها كفتن بيد الله تهاي كره كسكسون رم على هبل بسائر هبل بلا يلا وروح اسك الى لي معها من كاريرك صومالي معها هذا قول معاني نيكي قالك صومالي ما صومالي بقولك بقول سبحان اسكو مسلمين نيكي قالوا بصومالي ما هشكت يهود بنا هي يد عن هاي مجوس ايراني فارس بنا هي مش دون هقلو شغل قبلها قضية دايسك إلى لي هو يدن عائشة أيضو مرم ببالها نينك وحكشي إنو قاليه آيات قرآن أكادش سورة بالك قاها الله وش يدا نينك الدورة إيه دين تيدا الدورة وحو إلهي كبري يلي كدورة مسلم ماها هذا لكن أبو بكر وعمر با يان عاوة كهلا يان لفظ يسن يان بين لقود دفاع يان لسورة ويسن ومدها اللو قدقو odayaashii aad ka dhalatay ninkii wax ka sheekay dhim bixmaysan maanta oran hebel aabay wax ka sheegay nin laakiin u danqanaya maanta idinku ma jira Abu Bakar iyo Umar baa wax laga sheegay bal aniga hadda indhaha cadeyn badi la yaabantii wali wadaadka maxaa ka baqan sana waxa rabtaa inaad ku janno ku gashaa
awliyadii ilaahay iyo culimadii muslimiinta iyo nabi maxamed labadiisi saaxiib baana agtiina lagu cunahayaa kana diiri maysaan kana danqan maysaan saana waxaa ku doonaysaa inaa janna ku dhufleysaa maiskeenaysaa abadan abadan. Maxamed Maslama ayaa maali isagoo waayeela waxaa laga sheekeeyey Kacab ninkii ii sheeg shaydaankii Kacab al-Ashraf ee intuu nabi maxamed saxaabada dhiba nabigu uu ninkaa la soo dilo oo kii unug yar baa loo diray oo ahlu khayra oo la soo miijiyey oo la soo usduugay warkiisa waa cadaadi gaali carabna waa cabsatay khilaafadii sidii Abubakar baa dhamaatay Cumar baa dhamaaday Cuthmaan baa tagay Cali baa tagay khilaafadii sidana Mucaawiya xilligiisi yaa Maxamed Maslama waayeel ah oo meel fadhiyo Mucaawiya iyo ciidan badan meesha kaga dhow yihiin baa nin wuxuu yidhi anuu ninka waxaan u maayay Ubay ibn Ka'b waagi la dilahayay afwan Ka'b ibn Ashraf waagi la dilahayay xuu khiyaana lagu dilay waa la gaaray dhagar baa ku jirtay meesha ayada xuuri Maxamed Maslama xuu nabi maxaa amarkiisa lagu dilay dil ka wanaagsanana ma jirin Mucaawiya saaxiibadii oo maad ka tashan hawshan ayada anuu waayeel ma tabarmahaye ninkan maad qabataan ninka dhigis waa banaanaaday gaalkii la dilay dilkiisii buu xulay waa xugu dhagar iyo waxa ay ahayd hawlan fiicnay waa la aamuso xaalay waa naga daanin xun weeye ballan wuxuu ku qaaday xun hadaan maanta seef hayn lahaa buu Ilaahay baan ku dhaartay inuu madaxaadu kugu ooleen wuu iska baxay maalinka dambe Maxamed Maslama waayo loo socday iyo ninkii ku raygay eebta daraba iska hor yimid intuu lugta qabso bur ugu waday oo ugu waday yuu mid nolol kaga tagay dawladda waa la cabsay xaalad Maxamed Maslama hadduu gacan qaaday naga daayaa lagu dhawaanina dawladdu baa ku dhici wayday inay ninka asuu laakiin burbu ku lafa bixiyay maxay kulba iimaankaada he baa danqataa shimbir walba waxay dhihiin Soomaali codkeed bay ciidaas ummadda misama nin walba intuu diin iyo iimaan leeyahay buu ka danqadaa waxyeelada diimeed saxaabadii nabiga iyo aalkiisa calayhi salaatu wasalaam.